نجي على هذا الاكسرسايز. هسه وصلنا له، يريدنا نحسب الدايمنشن بي للبوليهيدرا التاليه بي 1 بي 2 بي 3. نجي على اول واحد بار 2، عندنا اكس 1 زائد اكس 2 اقل يساوي اكس اقل يساوي العفو 2. اجي عليه، احنا طبعا عندنا ندري احنا البي 1 هو محتوى بالار 2، عليه الدايمنشن مالته اقل يساوي من دايمنشن مال ار 2 اللي هو ايش قد الدايمنشن مال هذا الفضاء هو 2. نشوف يا نقاط اللي تحقق لي اياه، يا نقطه تحقق لي صفر صفر اكيد طلع لي اقل يساوي من 2، 1 0 يكون 2 زين، وهم محدد لي طبعا محدد البكس اكس 1 اكبر يساوي 0 وكذلك النقطه 0 2. ذن النقاط اللي هي تحقق لي اياه، ذن النقاط هن اف 3 افاينلي اندبندنت بوينتس للبي. نرجع على التعريف مال 2 5 4 قبل شويه اخذناه، قلنا دايمنشن البي اكبر او يساوي من 3 ناقص 1. قبل شويه انطيته هنا هياته، قلت اذا كان عندي بولي هيدرا دايمنشن مالته كي، فالدايمنشن يكون مالت البي كي حيث المجزم نمبر افاني اندبندنت بوينتس كي زائد 1. اي مو طلع لي 3 هنا، طرحت من عندهم 1 طلع لي دايمنشن البي، اذا دايمنشن يساوي 2. نرجع على اول ثاني وحده، ثاني وحده منطيني اياها لينير اكويجنز والثالثه هم لينير اكويجنز. هاي بمن راح احلها؟ راح احلها بواسطه بروبوزيشن 2 4 4 اثنيناتهم. اذا كان ايضا البي 2 محتوى بالار 2 واني عندي هنا فقط اكواليتي كونسترينت واحده، فقط واحده، فبواسطه هاي البروبوزيشن اللي احنا قلنا الماكسيمم نمبر مال الافاني اندبندنت بوينتس شنو هو؟ ان زائد 1 ناقصا الرانك مالت الاي، لان هنا ايش قد حياتها؟ الار مرفوعه للان 2 زائد الواحد، الرنك هنا نجد 1 فطلع لي الناتج 2. الافاين بوينتس لعد هنا نجد 2 اطرح من عندها 1 يطلع لي الدايمنشن مال 2 1. النقاط اللي تحقق الايكواليتي هياتها 0 1 2 0 يحققا، تقدرون تعوضهم بالايكواليتي وتشوفون الايكواليتي الاخيره هم بنفس الطريقه، هم عندي بس ايكواليتي واحده مع يعني لينير اكويجن واحدة عندي، فاستخدم البروبوزيشن هاي. هم نقول الان هنا نشقد، الان هنا 3 زائد 1 الرنك مالتي هنا نشقد عندي 1 فيطلع لي 3، اطرح من 3 1 يصير الدايمنشن يساوي 2. ذن النقاط اللي حققن، ذن النقاط اللي حققن هاي الاكويجن اللي عندك هنا وينها؟ لازم اصعب بعد اكثر. اكس 1 يساوي 10، تعوضون ذن النقاط الثلاثه وراح تشوفون انه هي تحقق. نجي هسه ناخذ تعاريف جديده. عندي البولي هيدرا المعرف بهالشكل هذا، خلنا نفرض عندي ام عباره عن مجموعه من اندكس من الواحد للام، وليكن عندي الاي سب اي هو عباره عن الايث عباره عن السطر اي المصفوفه اي. راح اعرف في الام اس المساواه هنا بهالشكل هذا، هي عباره عن شنو؟ الكواليتي كونسترينت، لكل متجه اكس ينتمي لي للبوليهيدرا، وهنا هذا الام عرفته مرفوع للاس، هنا تشوفون الاقل ويساوي اللي هو رمز الكواليتي هنا متراجعه. اذا كان عندي لكل اي هنا للام عندي هنا اقل او يساوي متراجعه فور سم اكس ينتمي للبي. هنا شنو معناها الام؟ هاي كلها ما عدا المساواة، هاي الام هنا هي تمثل لي بالسيستم مالت البوليهيدرا الكواليتي والانكواليتيز، مثل لي هاي وهاي سوية. هنا لا قاعدة اعزلهن، هاي فقط المساواة وهاي عندي جاية على شكل متراجحة انكواليتي. بهالشكل راح يكون الوصف، هاي عندي هو عبارة هنا عن يمثل لي الكواليتي كونسترينت وهاي يمثل لي الانيكواليتي كونسترينتس. فمعناها البولي هيدرا اقدر هذا هسه البولي هيدرا اقدر افصله بهالشكل هذا،
كل المتجهات تنتمي للآر اس ان، بحيث هاي عندي الانيكواليتيز وهذا جزء الانيكواليتيز، اقدر اعزلهن. نجي على تعريف الانر بوينت والانتيريور بوينت. خلينا نقول عند متجه اكس ينتمي للبي تسمى انتيريور بوينت اذا كان عندي انتيريور بوينت للبوليهيدرون، اذا كان عندي هنا اي اي اكس اقل من بي سب اي لكل اي تنتمي لانه من المتراجحات. اذا كان لقيت لي فد نوع متجه مثل اكس بحيث يحقق لي المترجحات هنا كلهن فاسميها النقطة inner point. واذا كان عندي هاي المتجه او هذا الفيربل ينتمي الى البي اسميه interior point اذا كان المتراجحان تنتمي لكل الام، الام باكملها مو فقط الانيكواليتيز، تحقق لي كلهن، هذني كلهن تحقق لي الكواليتي والانيكواليتي، اذا حققهن كلهن الاكس حققتهن اسميها interior point، اذا حققت لي بس هذا الجزء اسميها inner point. هي شنو تحقق لي؟ يعني اعوضها بالكونستريت ولازم الكونستريت يتحقق. every non-empty polyhedron هذا يمتلك inner point، كل non-empty polyhedron يمتلك inner point. الشيء الثاني dimensional b زائد الرانك مال مو بس المصفوفة A، الـ A والـ B للإكواليتيز يساوي لي N. dimensional B زائد الرانك مال الإكواليتيز يساوي لي N. بوليهيدرون هنا يسمى full dimension إذا وفقط إذا شنو امتلك interior point. إذا وجه interior point مثل X تحقق لي كل القيود الإكواليتي والإنكواليتي فراح يسمى البوليهيدرون full dimension. خلنا ناخذ هذا الاكزامبل. عندي هنا هاي عباره عن سبع قيود البي محتوى بالار، طبعا ار اس 3 هنا انا غلطانه، ار اس 3 3 دايمنشن. اريد تلقي لي هنا الكواليتيز الانكواليتيز هنا الجسم باكملهن زين المتراجحات هنا يعني عددهن ايش قد اقصد، وهنا نطلع للكواليتيز والانكواليتيز كلهم، بعدين تدي لي الدايمنشن مال تدي، بعدين شوف لي اكو انتيريور بوينت اكو نقطه تحقق لي كل هذني هياتها الحل. نشوف هنا الام، الام مساواه عندي بس اثنين، وهنا المتراجحات عندي من ثلاثه للسبعه، الاثنين الاولى هي كواليتيز والاخيرات كلهن هن انكواليتيز. وذني هم طلعتهم كتابتهم هياتهم، طبعا ضفت يعني وسعت المصفوفة اللي احنا ندري بيه مو هو الرايت هاند سايد، اجي اداخل داخل المصفوفة فيصيرين كذا بهالشكل هذا كتابتهم كلهن. نجي هسه على السؤال الثاني. السؤال الثاني قال لي القي لي الدايمنشن مالت البي، راح نجي احنا عندنا هسه البوليهيدرون هنا يمتلك كواليتي واحدة، فراح اطبق هاي اللي هي البوزيشن اللي قبل شويه قلتها كانت 2 4 4 اعتقد ذاك الاكزامبل حليت الثاني والثالث بيها. دايمنشن مالت البي يساوي الان ناقصا رانك ال لا العفو مو مال لا مو ذيك شو اسمه استخدمت هاي استخدمت هاي هيات هاي خاتله هنا استخدمت هاي لكل بوليهيدرون غير خالي مو العفو مو ذي شهية هاي جوا دايمنشنال بي زائد الرانك الكواليتيز يساوي لي ان مالي داخل ذي شهية البوزيشن فارجع لها هياتها ادي الان شقد ثلاثة الرانك مالتها طلعناه حسبنا لينا واحد عليه دايمنشن يساوي لي اثنين الرنك يساوي لي واحد ما تدكم عن السبب هنا ليش
عندي هنا هم حاسبته بطريقه، يعني هو انا حاسبته بس راجع معقبه عليه انا اريكم هم تقروه زين، هم مش نقدر نلبيه بهالطريقه هاي. قال انه عندي ثلاث نقاط تقع على البيب زين، وهنا ذنه الافاين اندبندنت بوينتس، والحسابات هاي اقوى. شوف شلون طلعتها لو بهالطريقه لو هنا بهالشكل هذا. السؤال الثالث يقول يوجد انتيريور بوينت لو لا؟ احنا شو وقت قلنا تكون انتيريور بوينت؟ اذا كان الدايمنشن مالتنا كامل مالت البي لازم يطلع لي ثلاثه، هنا الدايمنشن هو اثنين بينما الدايمنشن مالت الار ثلاثه، عليه هو مو فول دايمنشن، عليه لا يمتلك انتيريور بوينت. اذا فول دايمنشن يمتلك انتيريور بوينت، اذا الثالث هم ما تحقق. هاي الرسم مالته هنا شوفون هاي النقاط ثلاثتهن 001 010 10 0. بس يعني بعد الثمن بعد صفحتين لا راح اكمل الفيديو ما اريد اقطعه. راح نوصل هسه للفاليد اند كواليتي، والله هو هذا كومه بالشغل، لا راح اقطع يلا شكرا وراح نكمل بعدين.